امبارح الحقيقه كان متواجد مع مجلس الاداره احد الشخصيات الاهلاويه جدا، الاستاذ ابراهيم الكفراوي. استاذ ابراهيم الكفراوي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق في الدوره السابقه مباشره، وهو سافر المغرب الحقيقه من اجل دعم الفريق. المشهد ده بالمناسبه لن تراه الا في النادي الاهلي، هذا المشهد اللي حضراتكم شايفينه لن تروه الا في النادي الاهلي. استاذ ابراهيم الكفراوي معانا على التليفون. استاذ ابراهيم ازاي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله. يعني اولا الف الف مبروك لكل الاهلاويه ولحضرتك طبعا بصفتك واحد من الكبار في حب النادي الاهلي بفوز النادي الاهلي بهذه البطوله الصعبه جدا. خالص خالص والله. لا يعني انا زي اي مشجع بسيط للنادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي طبعا وتربيت جوه النادي الاهلي، مبروك لينا كلنا، مبروك لجمهور الاهلي العظيم اللي يعني منظره في استاد القاهره في النهائي كان يعني يفرح، مبروك للجمهور اللي تعب وسافر وشاف الويل في السفر وفي النجاي جايين من كل حته. يمكن قابلنا الجمهور ناس جايه من قطر ومن دبي ومن الامارات بصفه عامه ومن ايطاليا ومن بلجيكا من كل انحاء العالم، ناس جايه من كل انحاء العالم عشان تشجع النادي الاهلي. حقيقي. ونستاهل النادي الاهلي يكسب. وبالامانه والله انا قبل الجون بالظبط بثلاث اربع دقائق كنت بدعي بقول يا رب يا رب ما تكسبش الناس دي، ما تكسبش الناس الغلابه البسيطه اللي بتشجع النادي الاهلي وبتحبه من قلبها وتبيتنا كلنا فرحانين. والحمد لله ربنا استجاب لدعانا كلنا واستجاب لدعاء الناس الغلابه والناس البسطاء اللي بيحبوا النادي الاهلي، الحمد لله.